وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجميل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاها. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن جزئية خاصة بالنساء، أنا اتكلمت فيها عن الرجال. النهاردة هنتكلم عن تفسير نتف الشعر للنساء في المنام. هل الرؤية دي بغض النظر عن حكمها الشرعي في الدنيا في الحقيقة لما لناش علاقة، ممكن أشوف شيء مخالف للشرع في الحقيقة ممكن يكون محمود في المنام، ملهاش علاقة. أنا دائما أقول ما ينفعش إنه نقيس شيء موجود على أرض الواقع إن إحنا ناخده بنفس المعنى في الحلم أو الرؤية. لا، نتف الشعر أحيانا بيدل على تغيرات إيجابية بالنسبة للبنت العزباء. طب لو شافت إن حجبها سقط، سقوط الحاجب كله مرة واحدة، شعره كله سقط، مش نتفه سقط، سمع أخبار حزينة ومع شديد الأسف، أو ربما مرض، رؤية مخيفة جدا ينبغي الاستعاذة بالله منها، وأن ندعو الله تبارك وتعالى ألا يصيبنا منها أي مكروه. طب نتف الشعر مع الإحساس بالراحة والشعور بالسعادة في المنام بالنسبة لبنت العزباء، قرب زفاف بإذن الله، وربما تدل رؤية الحواجب الجميلة بغض النظر عن النتف بقى أو الشد أو السقوط أو وقوع الشعر، لا، الحواجب الجميلة لبنت العزباء تدل على سمعتها الطيبة بإذن الله. المرأة المتزوجة بتأخذ نفس الحكم للحامل المطلقة والأرملة. نتف الشعر بالنسبة للمرأة، أي امرأة بأي نوع، بخلاف البنت العزباء، بنت العزباء نحطها في كفة، والمرأة المتزوجة والحامل المطلقة والأرملة في كفة. هذه الرؤية نتف الحواجب بالنسبة للمرأة، المرأة بقى عموما، مش كل شيء هقعد أكرر يعني، ربما تدل على أزمات مادية أو مشاكل زوجية للمتزوجة فقط، بخلاف المتزوجة والحامل، بخلاف المطلقة والأرملة، دول ما عندهمش أزواج. فهنا نتف شعر الحاجب بالنسبة للمرأة المتزوجة إما مشاكل مع الزوج، والنساء اللي هم ما عندهمش زوج ربما تدل على ضوائق مادية، وممكن يكون الاثنين مع بعض، ضوائق مادية ومشاكل زوجية. طيب لو رأت المرأة، عرفنا مين هي الأربعة، أربع أصناف، متزوجة، حامل، مطلقة، أرملة، رأت أنها تحلق الشعر بالمكنة، مكنة الحلاقة، هذه الرؤية تدل على تغيير جذري في حياتها للأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب إزالة شعر القدمين مرورها بمحنة شديدة ومع شديد الأسف، وطبعا دي من الرؤى التي ينبغي أن نستعيذ بالله منها وندعو الله تبارك وتعالى ألا يصيبنا منها أي مكروه، كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تضرنا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.